صاحب القداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية. بداية، ما هو موقف الكنيسة من قيادة الرئيس ياسر عرفات ومصير بقائه في ظل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لإزاحته أو تكليفه بمنصب شرفي آخر؟ الرئيس عرفات هو الرئيس المنتخب من الشعب، وليس من حق أحد أن يعين للشعب رئيسا إلا من ينتخبونه بأنفسهم، فهذه أبسط قواعد الديمقراطية. تدخل أمريكا لإزاحة عرفات ليس أمرا سهلا، لأن المشكلة التي تقابلهم: ماذا لو جرت انتخابات في فلسطين وأعيد انتخاب عرفات وبأغلبية كبيرة؟ ماذا يفعلون؟ أما كون أنهم يختارون رئيسا آخر للفلسطينيين، فهذا يعني أنهم يعتبرون الفلسطينيين يكونون محافظة معينة داخل إسرائيل تخضع للحكم الإسرائيلي، وبالتالي يعني لديهم الحق، يعني كما يدعون، في تبديل المحافظ بمحافظ تغير. آخر. المشكلة إننا حينما نادينا بوجود دولة فلسطينية، إنما كنا نقصد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. هذه الدولة لها حدودها المحترمة دوليا لا يعتدي عليها أحد، ولها جيشها، ولها نظامها الأمني الداخلي، ولها حكومتها، إلى آخر كل الأوصاف التي تتصف بها دولة ذات سيادة. أما دولة تشكل لها رئاسة معينة فلا تكون ذات سيادة ولا تبدأ هكذا. قداسة البابا، كيف تنظر إلى العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون ضد من تصفهم إسرائيل بالمدنيين؟ وهل هي عمليات استشهادية في رأيك أم انتحارية كما يقول البعض؟ هو أول نقطة أنه ضغط على هؤلاء الناس بأنواع وطرق شتى، فلم يجدوا أمامهم سوى هذه الوسيلة. وفي الحرب كل حاجة بتمر، يعني منطق الحرب وما يحل فيها وما لا يحل لا ينطبق على الحياة المدنية العادية. تاني حاجة، إن إذا وجهت أخطاء لهؤلاء الأخوة الفلسطينيين فهي التفجير على مدنيين، يعني لو أنهم فجروا أنفسهم في منطقة عسكرية أو في حاجة حربية أو مع رجال قتال أو غيره، ربما ما كان أحد يلومهم في شيء. هو وجه اللوم جه إن التفجير بالنسبة لمدنيين، وإحنا دايما في الحروب بنطلب إن من مبادئ الحروب عدم الاعتداء على المناطق المدنية، ولا المستشفيات ولا الأطفال ولا غيره إلى آخره. ولكن هناك من يعتقد أن كل أفراد الشعب الإسرائيلي ليسوا من المدنيين وإنما من العسكريين، بدليل أنه عندما يعني يستدعون لاستنفار أو تعبئة الكل يحمل السلاح. لا 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 لا، أنا لم أقصد الفلسطينيين عندما تكلمت مدنيين، أنا أتحدث تحديدا عن الإسرائيليين. لا لا لا، أنا أقصد الذين يصابون في هذه التفجيرات من الإسرائيليين.
وأنا أرد بأن هناك اعتقاد بأن كل أفراد الشعب الإسرائيلي من العسكريين، يعني يعتقد بأن يمكن أي مدني يجلس على مقهى أو في مطعم بعد يومين تجده يحمل السلاح إذا استدعي في تعبئة أو في استنفار. حينما يحمل السلاح وحينما يستدعى حينئذ يكون رجل قتال، لكن إذا كان تلميذ في مدرسة هذا لم يحمل سلاحا ولم يستدعى. وإذا كانت إسرائيل تستهدف المدنيين الفلسطينيين يبقى إسرائيل غلطانة 1000%. هل هي عمليات استشهادية أم انتحارية قداسة البابا؟ هل بذل النفس في كل وقت يعتبر عمل انتحاري؟ إذن عمليات استشهادية، أفهم من هذا الكلام أنها عمليات استشهادية في رأيك؟ أنا ما قلتش كده، لكن أنا بسأل أسئلة. بسأل يعني أنا أسئلة. أستطيع أن أجيب له؟ حينما يبذل الإنسان نفسه من أجل وطنه لا نسمي هذا انتحارا. ماذا نسميه؟ نسميه بذل الذات من أجل الوطن. ما هو موقف أو حكم المسيحي إذا قام بعملية يعني بمثل هذا الأسلوب؟ هل يعتبر شهيدا في حكم المسيحية؟ بالنسبة للمسيحية يوجد أنواع من الشهداء: شهيد من أجل الإيمان مثل ما قاساه المسيحيون في أيام الاستشهاد، أيام نيرون، ديوقلتيانوس، أيام الدور إلى آخره. ده شهيد من أجل الإيمان. نعم. وهذا هو الذي نسميه قديسا. ويوجد شهيد من أجل الوطن، نوع آخر من الشهداء، مثل الجندي في ساحة القتال حينما يقتل لأجل وطنه يعتبر شهيدا لأجل الوطن. ويوجد نوع آخر من الاستشهاد هو شهداء الواجب، مثل عمال المطافي حينما ينقذون أناسا من الحريق ويموتون هم، أو إنسان ينقذ غريقا ويموت هو أيضا، فيعتبر شهداء الواجب أو شهداء في الحياة الاجتماعية. فدول ثلاث أنواع من الاستشهاد في نظر المسيحية. قداسة البابا شنودة، ما الذي يمكن أن يصيب الوطن العربي لو وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية للعراق؟ نحن لا نوافق على ضرب العراق، وقد قاست العراق الكثير قبل الشروع في تلك الضربات الحربية. يعني العراق حاليا يقاسي نقصا في الأدوية وموت كثير جدا من الأطفال بنقص الغذاء والدواء، والعراق يقاسي حاليا أزمات اقتصادية لعدم قدرته على المتاجرة في البترول الذي هو المصدر الأول لاقتصاده، والعراق يقاسي منعا من الحركة وتقييدا لطيرانه وللطيران الواصل إليه، كما لو كان الأمر عملية عزل. يقاسي الكثير، وأي ضربة عسكرية ضد العراق
ستقابل باستياء من العالم كله، على الأقل العالم العربي كله ومن يناصرون العرب. وليس من صالح أمريكا أن توجه مثل هذه الضربة. لقد وجهت ضربة إلى أفغانستان من أجل القضاء على بن لادن، ولا يزال بن لادن حيا، وكأن الضربة لم تصب الهدف الأساسي، وإن كانت أصابت أهدافا جانبية مثل تكوين حكومة جديدة، لكن ليس هو الهدف الأساسي. و ليس من صالح أمريكا أنها تفقد تأييد كل العرب في شتى البلاد في سبيل تأييدها لإسرائيل. طيب، يعني مع كل التقدير لإرادة الشعب العراقي، هل أنت مع بقاء أم عزل الرئيس صدام حسين عن موقعه؟ هذا أمر خاص بالعراق، نحن لا نتدخل في الحكم على العراق من جهة من يكون رئيسه، دي أموره هو. زي فلسطين، من يكون الرئيس هو نفس الوضع. هو الدول تختار لأنفسها من يرأسها، ثم لو كان الأمريكان أو أمريكا ضد الرئيس صدام، فهل تحطم العراق كبلد اقتصاديا وعمرانيا وأطفالا من أجل شخص زي ما عملت في بن لادن وبرضه ما قدرتش عليه؟ حرب الولايات المتحدة الأمريكية قداسة البابا، هل هي ضد الإرهاب أم ضد العرب أم ضد المسلمين على وجه الخصوص؟ لا أعتقد أنها ضد المسلمين بوجه عام، يعني لأن أمريكا أيضا لها صداقة مع بعض البلاد الإسلامية، لها مصالح يعني بمعنى أدق. معلش، المصالح بتكون صداقة أو تعاون أو غيره. لكن مسألة ضد الإرهاب، هناك طرق كثيرة للقضاء على الإرهاب غير الحرب والتدمير، ولا يحارب الإرهاب بإرهاب. يعني تصف أمريكا بالإرهاب قداسة البابا؟ لا، أنا ما بوصفهاش بالإرهاب. أنا بوصف الحروب التي تدمر بأنها نوع من الإرهاب. في الواقع ينظر البعض إلى القيادات المسيحية في المعارضة السودانية الجنوبية على أنها مخلب قط في مؤامرة أمريكية إسرائيلية تهدف إلى تهديد الأمن القومي العربي وإيقاف المد الإسلامي نحو أفريقيا. ما رأيك؟ تخرجت من حكاية جنوب السودان إلى الإسلام إلى العرب عموما إلى أمريكا، يعني الحكاية كبرت. هكذا يعني يرى البعض أو يصف البعض الوضع في جنوب السودان. هو جنوب السودان غالبيته مسيحيين، وهؤلاء لم يجدوا حريتهم، وخصوصا في فترات من الحكم كان فيها التشدد الإسلامي واضح،
وبيبحثوا عن حقوقهم. فالمسألة كانت تحتاج إلى نوع من التفاوض بين الشمال والجنوب من أجل أن يصيروا جميعا صفا واحدا في السودان وتوزيع الحقوق والواجبات فيه. لكن كون أنهم مخلب قط في يد بلد أجنبية، لا أعتقد هذا. هم يبحثون عن حقوقهم ولا يبحثون عن إرضاء دولة أجنبية يكونون مخلب قط بالنسبة لهم. ولكن هناك من يقول أن أمريكا تدعم هذه الفصائل المعارضة في جنوب السودان بالمال وبالعتاد وبالسلاح. أنا ما أعرفش الحكاية دي. قداسة البابا بماذا تعلق على استمرار مسلسل القتل اليومي في الجزائر، والذي تلقي فيه بعض الجهات المسؤولية على جماعات إرهابية إسلامية؟ هو قطعا موجود جماعات إرهابية إسلامية هي سبب القتل، وواضح في مرة من المرات أنهم قتلوا 7 رهبان في منتهى الطيبة في ديرهم، لم يفعلوا شرا لأحد. ومسألة التطرف الديني في الجزائر مسألة يعني تحتاج إلى علاج، لدرجة أن الفرنسيين يعملون حسابا لبعض الجزائريين الذين يعيشون هناك حوالي 2 مليون على ما أظن أو حوالي كده، يخافون منهم كمصدر إرهاب إلى هذه الدرجة. طبعا. كيف ترى الوضع في الصومال، وما هو حجم المسؤولية العربية والدولية عن نزيف الدم الذي تشهده منذ أكثر من 10 سنوات؟ في الحقيقة الوضع في الصومال عبارة عن مأساة. ده أحيانا تأتي بعض الصور لأطفال صوماليين في التلفزيون عبارة عن جلد على العظم تكاد تعد ضلوعهم. فالصومال مسألة الصومال تحتاج إلى علاج، ونرجو من الدول الأفريقية أن تتعاون في حل مشكلة الصومال، وأيضا مشكلة الإيدز في أفريقيا التي يهلك فيها ملايين كل عام. طيب، فيما يتعلق بالصومال، إلى أي درجة تبلغ مسؤولية العرب عن استمرار هذه المشكلة في الصومال، استمرار الحرب الأهلية؟ هو ماذا بإمكان العرب أن يفعلوا؟ ومن من العرب يتولى المسؤولية؟ هي المسألة تدخل في المنظمات العربية أم المنظمات الأفريقية؟ الصومال عضو في جامعة الدول العربية، هي دولة عربية قبل أن تكون أفريقية. وحالياً ما زال مندوب الصومال في جامعة الدول العربية زي بعض. هذا لا يمنع أنها دولة أفريقية. فيبقى من ينقذ الصومال؟ هل الدول العربية أم الدول الأفريقية أم الدول الغربية أم منظمة الدول عامة، يعني الـ United Nations، يعني الأمم المتحدة. الأمم المتحدة. بماذا ترد على من يروج لفكرة إبعاد الأقباط عن مراكز اتخاذ القرار في مصر، يعني كالمخابرات ومباحث أمن الدولة والمواقع القيادية بالعديد من الجامعات وغالبية المحافظات وداخل الحزب الوطني الحاكم؟
لا يوجد أقباط يعني هرد أقول داخل هذه المواقع؟ لماذا؟ هو ممكن ترد هذه الهيئات وتقول كم عدد الأقباط الذين فيها. يعني تسأل الهيئات دي كلها وتقول لهم كم عدد الأقباط الذين فيكم. الإحصاءات التي تابعتها تقول أن عدد الأقباط في غالبية هذه المواقع صفر. طيب إذا كان كده يبقى عايزنا أرد أقول إيه؟ تعلق. كل ما أقوله من تعليق أرجو الأمور تتحسن في المستقبل. ليس لديك تفسير لهذا؟ التفسير عند الذين يتولون سياسة تلك الأماكن. ثم أيضا مثلا لما أقول أن أعضاء مجلس الشعب 444 يضاف إليهم 10 بالتعيين، فلم ينجح في الانتخابات إلا 3 من الأقباط، وواحد منهم عزل لإزدواج الجنسية. رامي لكح، عايزنا نرد أقول إيه؟ يعني لا يوجد. كان عندك أنت رد قوله. كل ما أرجوه أن يتحسن هذا الأمر في المستقبل، وأن توجد سياسة معينة تكون نتيجتها أن الأقباط يتولون مراكز في هذه الجهات. هل تنتقص هذه الإجراءات من شعور الأقباط في مصر بحقهم في المواطنة؟ كل إنسان له شعوره بحقه في المواطنة، إنما لعلك تقصد شعوره بنقص حقه في المواطنة. أنا كان سؤالي هل ينتقص ذلك من هذا الشعور أم لا؟ نحن مواطنون مصريون سواء أخذنا كل الحقوق أو لم نأخذها. قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. أنا أشكركم على مجيئكم وعلى هذا البرنامج وعلى هذه الأسئلة التوضيحية التي قد تهم الجماهير في مناطق كثيرة، وأرجو لإذاعتكم كل خير وكل انتشار، وشكري لكم وتحياتي لكم جميعاً.